مكتب الجوازات بتعز يسير من نجاح إلى نجاح، رغم أنه لم يفتح إلا قبل أشهر، ونجاحه لا تخطئه العين، ويقدم خدمة للمواطنين ليس من تعز فقط بل ومن بقية المحافظات، ويجد الزائر العاملين فيه كخلية نحل خدمة وإنجازا للمعاملات. بدأنا في 17/10/2017 إلى حد اليوم تقريبا 7 أشهر، أصدرنا ما يقارب الآن يوصل ل30,000 جواز. بدأنا نعمل يعني بوتيرة عالية منذ البداية، لأنه كان الفرع في حالة يرتى لها، من عدم تأثيث، من عدم أجهزة، انعدام كل شيء، حتى مستوى الدباسة لما يكون في الفرع دباسة واحدة. أثر النجاح ليس بجهود ذاتية، إنما كان بجهود جماعي. أعطينا صلاحيات وترتيب للإدارة، ووفق هيكل تنظيمي للمصلحة وفروعها أعطينا اختصاصات، كل شخص يأخذ اختصاصه وفقا للقانون، لم نأتي بشيء من عندنا. اللهم أنه أعدنا الترتيب وأعطينا كل شخص كما قلنا صلاحياته، وبالتالي الآن العمل منتظم يمشي بسلاسة وبروتين بسيط جدا. اللهم أن احنا نطبق القانون. سلاسة بالمعاملات بقسم الرجال والنساء على السواء، ولا أحد من الموظفين غائب عن عمله، والحياة تمشي بدقة كالساعة، والتعليمات تنفذ بحذافيرها، ورفضا قاطعا للمجاملات أو المحسوبية أو الوساطة، وكل فرد هو وسيط نفسه يكمل معاملته بأقل وقت وجهد. حقيقة أنا جيت أطلع جواز لزوجتي وتوقعت، ما كنت متوقع السهولة هذه صراحة، يعني خلال نص ساعة أنا خلصت، يعني معاملة سلسة وبدون أي تعقيد. يعني تدخل المكتب تلاقي الموظف موجود، تروح له الوثائق وكذا يمشي لك على طول، ما فيش عندهم مسألة ادخل أنت قبل أو كذا، لا، في شيء اسمه نظام طابور تمسك كذا، في احترام وتقدير للمرأة. معاملة سلسة جدا وسريعة جدا. تفاجئنا بحضورنا إلى مصلحة الهجرة والجوازات في تعز، أن تتم المعاملة في أقل من 20 دقيقة برسوم رسمية، صالة مفتوحة للناس جميعا، يعني لا يوجد أي شيء خلف الصالة، دليل على نجاح القيادة في هذه المصلحة. نتقدم لهم بالشكر يعني لما يقدمون للمواطن، وتسهيل وسرعة في إنجاز المعاملات. المؤسسة القدوة في تعز التي تعمل بحسب النظام والقانون بإدارة كفؤة، وموظفين يعملون بكل إخلاص لاستقبال المواطنين وخدمتهم وتلبية متطلباتهم، لذا يفخر الزائر والمراجع وترتاح نفسه، ويشعر بوجود الدولة ورجالها ومؤسساتها الخدمية التي تقوم بعملها على أحسن وجه بحسب ما خطط ورسم لها قانونا وإنسانيا، وإثبات عملي أن ليس من المستحيل أن يصبح لدينا مؤسسات رسمية تتمتع بالسمعة الحسنة والإنجاز والخدمة الراقية.